الجديد. أستاذ علي صابر، الاسم الكبير اللي وصل للكل من خلال أعمال سجلت نجاحات هي ونجوم كبار، واليوم مثل ما شفتوا امبارح كانت أول إطلالة له على المسرح، كانت إطلالة حلوة نحن شفناها، فبدنا نقول لك مبروك. أنت شو انطباعك باللي صار؟ صراحة يعني هذه أول تجربة لي، بس الجمهور فرحني، تفاعلهم فرحني، خاصة أنت تجي على مو جنسية واحدة، كذا جنسية وكلهم يحبوك وعاملوك باحترام ويسمعوك ويرددون وياك. هاي كانت تجربة إلي كلش ناجحة وحبيت. نعم. إن شاء الله يا رب تتكرر دائما إن شاء الله وبوجودك حبيبي. دائما أول مرة في شيء، بس أنا ومحمد هلا كمان عبوله كتار أنه كأول مرة كتير حلو اللي صار. الحمد لله. وطبعا الشيء اللي كلش شجعني أنه كانت الحفلة بحضور الفنان محمد عساف، وتعرف احنا دائما يعني اعمالنا مشتركه، فالحمد لله اجتي صدفه كلش حلوه انه احنا نلتقي على مسرح واحد مع طبعاً فنانين كبار مثل عاصي وهيفا وغيره وغيره. سافرت معه 16 ساعه بالطياره من دبي طبعا، ولا ما وجوده بالسفر ما اعرف شلون ال 17، لان انا اكثر شيء مسافر 3 ساعات، بس هو ما شاء الله عليه يعني تونسنا بالطريق وما حسيت. هلا بدك تتعود وعندك سجلتك سفرات كثير طويله، وما فينا ننسى انه انت وياه شركاء نجاح، يعني من مكانك خالي وجر. عمل لي من اهم الاغاني في مسيرته، وهي حقيقه مش عشانه موجود بس هذه حقيقه الكل بيعرفها. يعني انا عمل لي اهم عمل في مسيرتي الفنيه اللي هو مكانك خالي، عمل لي مرايتك بصراحه، ايش هالحلاوه، ذكرني هلا في رقم 6 جديد. هلا في رقم 6 في جديد طبعا. احنا كمان ان شاء الله خلال ايام راح ينزل اغنية جديدة من كلمات الاستاذ رامي العبود والحان استاذ علي صابر، وتوزيع هذه مفاجأة ما راح احكي. لازم نقولها طبعا. توزيع ابني طه، يعني هو مقل بس لما غنيت اللحن قدامه قال لي بابا اريد اشتغله وضروري اعرف من الفنان. قلت له محمد، قال يا سلام راح ابدع واسوي شيء جديد، وفعلا هي طلعت بقالب جديد وان شاء الله راح تنزل هالفتره وراح تسمعوها شيء مختلف عن اللي نزلناه. بقول فرخ الوزع عوام، يعني ان شاء الله ان شاء الله يا رب يخطو خطوه حلوه وينجح بحياته يا رب. صورتك لي؟ نعم صورتها كليب، يعني خلال ايام ان شاء الله. يعني هلا نازلين على دبي عشان نعمل البلان كيف بدنا ننزلها ان شاء الله. غنوا لنا شيء منا انتوا وياه. بدك تستنى تسمعها يا معلم. هي بعنوان يا المحظوظ. نعم ان شاء الله رب العالمين. كلمات رامي العب على فكره، وكنا نحكي انا واستاذ علي انه لي حظ هيك حلو مع رامي، يعني دائما يعني ما اعرف هي صدفه ولا في كيمياء. يعني دائما مثلا اجي مثلا اسمع كذا عمل فيقول لي مثلا هاي اختارتك، قلت له احذر من الشاعر، يقول لي ما احذر هذا رامي. سبحان الله قرفه. والعنوان ان شاء الله العنوان هيك يكون جايك يا المحظوظ وتولع يا محمد يا رب ان شاء الله. الله يسعدك حبيبي يا عماد. استاذ علي بقى يمكن اخر عمل انت غنيته يا كذاب واخذ شهره كثير، ضرب يعني عمل شيء حلو، شو هلا جديد غنائيا؟ ما حنسالك الحانيا هلا. شوف يمكن هذه يعني ما كنت حاسبيها قبل، يعني بسهوله مثلا تشتغل الفنان، تعرف صوته، تعرف امكانيته، تعرف الاشياء اللي يحبها المساحه، بس لما اجى الموضوع بساحتي جدا صعب ما تتخيل. يعني يمكن الناس تعودت عليه كل سنه اقدم عمل، صار بعد اصعب، يعني تجي السنه وتخلص ما اعرف اختار نفسي. فذاك يوم شي يقول لي شوف حتى تعرف الاختيار مو سهل. والله العظيم اصعب شيء انه انت تختار لنفسك. ملحن يختار لحاله شغله الله يعينه صراحه صعبه بس هو ذكي، هو يعني كمان حتى في اختياراته ذكي ما شاء الله عليه. طبعا نحن حدنا نجم هلا ونجم محبوب كثير، ولكن انت عم تتحضر لانه حتوقع بدائره بعض الفنانين حيقولوا علي صابر عم بيغني هلا الغنيه الحلوه خبيها له ما حيعطينا اياها، بدك تسمعها هلا ما لا ممكن يعني شو بتقول من هلا مسبقا؟ شوف الحلو اللي صار بالموضوع انه الاشياء اللي اختارها لي هي لوني، يعني ما خصها بالفنانين، وكل فنان اشتغل بلونه، فما اعتقد راح يقولون انه يختار شيء حلو له. لا بالعكس. انت حتقول
لا لا طبعا لا لا شوف شوف انا من خلال تعاملي معه هذا مش عشان احنا امام الكاميرا يعني انا اللي بحببني صراحه انه بشتغل مع بطاها اولا يعني انا بحبه كاخ كبير لي يعني بتحس انه في بالتعامل بيننا في محبه وهذا احلى شيء والله في ابو طه حقيقه وانا متاكد انه كل الفنانين اللي تعاملوا مع الاستاذ علي يعني سواء انا او غيري انا متاكد انه بتفقوا على نفس الكلام. حكينا عن الاغنيه وحكينا عن التنظيم لازم نحكي عن التور لانه محمد عنده تور وعلي عنده تور فخبرنا عن تور امريكا مع بيترا. مع بيترا طبعا انا ابراهيم اول شيء يعني اخوي وحبيبي وانا بعتز فيه وانا بحب يعني انا في امريكا يعني عندي ثقه في هذا الزلمه في الامان 200% معك مثل العاده اكيد اهلا وسهلا عباد حبيبي الله يخليك. علي صابر طالع تور بامريكا ان شاء الله بشهر 11 ان شاء الله على 11 وطبعا انا استغل الفرصه واقول لك شكرا على الدعوه وما قصرت وبصراحه حسيت انا ببيتي انت اخ عزيز وما قصرت شكرا لك شكرا ان شاء الله يا رب تكرر دائما الله يخليك شكرا بدي اتمنى لكم التوفيق وان شاء الله دائما بنلتقى على نجاح وبخير يا رب دائما يعني الله يعطيكم الف عافيه انا سامع معك لنبلش دعم الاغنيه ان شاء الله يلا اوكي تبعت لي الكليب دغري طقطق نبلش حبيبي شكرا لك عماد شكرا لك حبيبي سواها شلت بيه ادواها دمر روحي الدار هاي عيون بتها تطلع ايش مكمل سواها شلت بيه ادواها دمر روحي الدار العراقيين حافظيها هاي عيون بتها حتى الله حتى الله طوع عاشت ايدي عد رح كلش قوي خلى قلبي يجوي ما يعرف انت الوني عاشت ايدي يلعن قلبي بس حلمي يتألمي بس تدري دوار الوني عاشت ايدك عد جرح كلش قوي خلى قلبي يجوي هاي عود انت الوفي عاشت ايدك يا العلاقة وبست حلمي كنت صدمي بس تدري دوار